ونقول المقادير: 3 كوبايه من اللبن، معلقتين كبار من السكر، 5 معالق كبيره من النشا، نص كوبايه من الميه، نص معلقه كبيره من الزبده، معلقتين صغيرين من الفانيليا. فهنعمل ايه؟ هنرفع اللبن هنا، بسم الله. هنحط مع اللبن السكر، الزبدة، الفانيليا، برضو سايلة او بودرة مفيش مشكلة، السايلة بس طعمها بيبقى اقوى يعني. هنا النشا مع نص كوباية المية، او تاخدوا نص كوباية من اللبن تذوبوه فيها يعني، مش هتفرق كتير. نبتدي بقى ننزل كده واحنا بنقلب. طيب انا ممكن دلوقتي لو اللبن سخن قوي قوي والنشا كتير، اول ما انزل احس انه تقل، هعمل ايه؟ هضيف شويه لبن. واحد، اتنين، لازم افضل اقلب، لازم ياخد غلوتين النشا على النار، والا هيبقى مرمل كده وني وطعمه مش هيبقى حلو. فيعني ادوها فرصتها، ولو حسيتوا انها تقلت منكم زودوا شويه لبن.